الهوا بيكسر كل حاجه يا جماعه، ربنا يستر. لا لا، الموضوع صعب جدا جدا جدا. اول مره في التحري تبقى الاجواء صعبه قوي كده. بصوا دي اجواء مكه. انا بقول تطلع بالعربيه قدام شويه عشان بصوا يا جماعه الميه، بصوا الميه عامله ازاي. ده احنا لو في الشتاء مش هيبقى كده. بصوا الجو عامل ازاي. المفروض ان شروق الشمس من هنا احنا مش شايفين حاجه خالص. القصه مش مطر بس، القصه ان الجو ساقع جدا، ساقع يعني الجو برد حاجه مش طبيعيه ابدا في مكه. الراجل ده عايش هنا في مكه، الامطار فظيعه لكن الجو ساقع كده، ده طبيعي؟ بقالي سنين ما حسيتش بالبرد ده. بس بصوا بقى السما فوق اهي بيضه تماما، السما بيضه. يعني المفروض الحته اللي فوق دي في زرقان اهو، قد تنقشع الغيوم وتظهر الشمس ان شاء الله. احنا هنا جايين نتحرى شروق شمس 23 رمضان. عايز اقول لكم مفاجاه جباره، المطر الشديد اللي انتوا شايفينه ده في مكه، انا مش مصدق. المشكله مش في المطر بس، المشكله في السقعه الرهيبه. انا بس عايز ابقى ماشي بشكل كويس عشان ما امشيش في طريق السيارات. تعال ما اوريكم، احنا هنا في منى يا جماعه. اللي جاي علينا ده الضباب ده مطر فظيع جدا، الشمس المفروض تشرق من هنا، فانا منتظر ان الشمس تشرق لكن الجو ساقعة. انا مش عارف اقولها لكم ازاي، يعني انا مش مستوعب ان انا موجود في مكة، المطر تلج كأني في مصر بالظبط. يعني انا مش مستوعب ان الجو ساقعة بالطريقة دي، ومطر ورياح ورعد وبرق. الجو صعب جدا بصراحة يا جماعة. فانا حاسس كده ان شروق شمس 23 رمضان مش هنعرف نعمله او مش هنشوفه بشكل كويس. الاجواء هنا ده معناه ان احنا هنغرق مطر دلوقتي، هنغرق حرفيا. وادي المكان اللي المفروض نستطلع منه شروق الشمس، مش هنقدر نشوف الشمس. بصوا يا جماعه انا هضطر اغير المكان عشان نعرف نشوف، فهنضطر نروح مكان تاني نبص منه، جايز الاجواء تبقى احسن. روعه وجمال الاجواء في مكه صبيحة يوم 23 رمضان. النهاردة 23 رمضان، كنا جايين عشان نشوف شروق الشمس، المطر نزل علينا كتير كتير كتير، وأجواء خرافية موجودة هنا في مكة. وادي مكان شروق الشمس يا جماعة اهو، ما شفناش الشمس خالص، والسماء طبعا زرقاء اهي خلاص بدأت. أنا فضلت موجود لغاية ما الأجواء تتحسن شوية، اهو الأجواء بدأت تتحسن. أنا شايف سحب بيضة فوق السحب السمراء، والإضاءة اللي عليها كمان إضاءة بيضة، فاهمين إزاي؟ فدي بتفرق شوية. بصوا كده على السماء، بصوا على السماء. طيب هتقولي بتفرق في إيه يا عم؟ أنا قصدي أشوف شعاع الشمس اللي جاي على السحب اللي فوق قوي لونه إيه. لو لونه أحمر يبقى خلاص 100% ما كانتش ليلة القدر، لكن لو لونه أبيض كده أفضل أقول لنفسي لا أنا شاكك، النور طالع بتاع الشمس أبيض بس في ضباب كبير. هو ده اللي انا بتكلم فيه يا جماعه معاكم. ايام كتيره بتحصل معانا كل رمضان يجي يوم زي ده كده ما تشوفش فيه الشمس نهائيا، ايا كان المكان اللي انت فيه. في اماكن بيبقى فيها الجو كويس وتيجي في يوم تتعذر الرؤيه تماما، لكن لسه احنا لسه هنشوف ونقرر في الاجواء اللي انا مش عايز اروح بسبب الاجواء. انا غرقت ميه يا جماعه، لكن مبسوط جدا جدا بالاجواء هنا في مكه أم القرى. وربنا يرزقكم يا رب زيارة بيتي الحرام وزيارة مكة إن شاء الله، اللهم آمين. شوفوا الأماكن اللي النبي والصحابة كانوا موجودين فيها، إن شاء الله ربنا يرزقكم يا رب زيارة بيته الكريم، اللهم آمين. وأخيرا يا جماعة بعد ساعة وشوية من شروق الشمس أهي الشمس ورانا، تحس إن الإضاءة إيه صعبة جدا جدا جدا، شروق شمس قوي جدا جدا. النهاردة 23 رمضان، صباح ال 23 رمضان ما رضيتش امشي الا ما اوريكم شروق الشمس. بصوا الشمس عامله ازاي؟ شمس صعبه جدا جدا، بنسبه كبيره ما كانتش ليله القدر. اهو ادي الشروق، يعني هو مش الشروق، واحنا فات ساعه على الشروق او اكتر من ساعه، لكن الاضاءه قويه جدا، لا يمكن تقدر تبص للشمس. كان في غيوم، الحمد لله الغيوم راحت، لكن الرؤيه واضحه اهي، الشمس موجوده
والدنيا يعني قوية جدا، الإضاءة قوية جدا، ما تقدرش تبص ناحية الشمس. فإن شاء الله الليلة اللي فاتت ليلة 23 رمضان لم تكن ليلة القدر، فاضل 7 ليالي، 7 اللي جايين إن شاء الله تكون فيهم ليلة القدر. اجتهدوا واعملوا كل حاجة قلنا لكم عليها، استنوا الفيديوهات اللي جاية. وشكرا جزيلا لكم على الدعم الكبير والرسائل الحلوة اللي بتيجي منكم. الضباب مخلينا ما كناش نشوف الشمس لمدة ساعة وشوية، واستحملنا المطر، لكن كله إن شاء الله يكون خير عشان نوثق كل الليالي إن شاء الله هنا. اوعوا تروحوا في أي حتة، واستنونا كل يوم الساعة 6 بتوقيت السعودية، هنعمل لايف وكمان هننزل لكم فيديو زي ده. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.